وكمان انا هضيف ان احنا يعني محتاجين او عايزين كمان نتكلم في موضوع يعني مرتبط بالكلام الكريم بيقوله، هو فكره كمان الاهتمام الاعلامي والجماهيري مع اول نسخه كمان لدوري السوبر الافريقي زي ما احنا كنا بنتكلم، وكمان فكره هنا اول بطوله قاريه للانديه قادمه خلال انت بتتكلم المرحله اللي هي اللي جايه تحديدا، وعارفين ان اللي هيشارك فيها طبعا مصر او من مصر يعني هو النادي الاهلي بصفته النادي الاهم والاكثر جماهيريه زي ما احنا عارفين وشعبيا والقابا يعني في القاره ككل. ودوري السوبر الافريقي في اول نسخه كمان واخد اهتمام يا كريم كبير جدا، وده نظرا لمشاركه انديه كبيره معظمها يعني توج اصلا بدوري ابطال افريقيا اكثر من مره. خليني ادي لحضراتكم يعني امثله، خلينا نقول على سبيل المثال هتلاقي مبدئيا بلغه الارقام النادي الاهلي توج باللقب في 11 مناسبه، الوداد المغربي 3 مرات، الترجي 4، مازيمبي الكونغولي 5 مرات. فانت عندك برضو يا كريم اسماء كبيره جدا، انديه كبيره جدا، تنافسيه شديده جدا، فيعني بطوله هتكون رائعه، وبالتالي احنا بنتمنى الافضل طبعا.